أود أولا أن أشكر قناتكم على هذا الاتصال، وأريد أيضا أن أؤكد على البيان الجميل الذي سمعته عبر تلفزيونكم عن مجلس سوريا الديمقراطي، والذي كان بيانا متوازنا ويعبر فعلا عن أحلام السوريين وطموحاتهم وحقهم في حياة كريمة. في الحقيقة الانسداد في سوريا كما ذكر البيان هو انسداد عند النظام. النظام حتى الآن لا يملك أي أفق ولا يملك أي أرضية متوازنة لحل سياسي في سوريا. لذلك لا زال هذا الاستعصاء قائم وسيبقى هذا الاستعصاء قائم ما دام النظام السوري متمترسا بغطرساته، بعدائه للسوريين، بعدم إقراره بحقوقهم المشروعة الوطنية والديمقراطية، بعدم إيمانه بالتعددية السياسية. الاستعصاء هو هنا لدى النظام السوري، ولا يمكن تجاوز هذه المحنة التي تعيشها سوريا إلا بتجاوز هذا الاستعصاء للأسف الشديد. يعني دعوات من مجلس سوريا الديمقراطية يدعو إلى حل سياسي في سوريا وتتلاقى مع دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، هل هذه الدعوات ستلقى أي أذان صاغية من قبل الحكومة السورية؟ للأسف هذا السؤال يجب أن يسأل للنظام السوري. هل أصبح النظام السوري جاهزا لعقد تسوية سياسية مع شعبه؟ هل النظام السوري أصبح جاهزا للتصالح مع السوريين وإعطائهم حقوقهم وفعلا الاعتراف بهذه المأساة التي جر البلد إليها وبدوره فيها وبأنه هو كان سببها وهو من يجب أن يسعى عليه أن يسعى لتجاوزها؟ فأعتقد بأن هذا السؤال صعب جدا الجواب إلى الآن. للأسف شديد لا أفق للحل في سوريا، لأن النظام السوري لا يملك هذه الإمكانية لحل هذه الأزمة. يعني الأنظار الآن متجهة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، هل هذه الحرب ستؤجل الحل في سوريا، الحل السياسي في سوريا؟ قد تكون بعكس سبب آخر يعيد القضية السورية إلى مركز الاهتمام أيضا، قد تكون سبب من التأجيل وقد تكون أيضا بنفس الوقت، لأن للأسف شديد روسيا التي دخلت إلى سوريا وتعهدت بإيجاد حل سياسي في سوريا فشلت أيضا في إيجاد هذا الحل، وتخلت عن واجباتها تجاه الشعب السوري وبقيت تماما تدافع فقط عن مصالحها ودافعت عن النظام السوري الذي يخدم مصالحها وانتهكت حقوق 20 مليون سوري يريدون دولة ديمقراطية مدنية. فقد يكون هذا الشيء أيضا يعيد القضية السورية إلى أذهان المجتمع الدولي ويعيدها إلى الحياة. نأمل ذلك على كل الأحوال، وهذا يرتبط أيضا بالمستجدات الدولية والمتغيرات في منطقتنا. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من السويد الناشط المدني وعضو الجمعية الوطنية السورية بهيج سلوم، شكرا جزيلا.